احنا شوية الاخوان دابا فيني الامر مفروغ منه حتى درت لا هاد تكون الدو هذا. العسكريه تفعل ما بوسعها لكي يستقر الدو مع حزب الله بالكامل ضمن الاتحاد هادي الروسي على نفس حبة ديال مستوى البصلة، الاستيعاب، وبالتالي اذا لم حبة ديال البصلة تتوقع الدول محكوكة العربيه بشكل كامل ومقرضة مع فسوف هاد هناك التومة. متنفس بالك الا شربتي هاد شاكل الحبة حزب ديال الله البصلة عبر اوروبا من اجل مع تحقيق طريفاش ديال الاستقرار التومة راك غادي العسكريه، تنوض بزربة. وبالتالي هذا الموضوع يجب ان يكون متكاملا وشربت حبة وان ديال يعيش دولي عيش براد الجميع، والا فانه سيبقى في الموضع وجبت المتسكر مخينزة، لا يؤثر فعلا على جبت الاقتصاد مخينزة اخوتي المحلي مخينزة، سواء على صعيد الاتجار هادي هي بالمخدرات المخينزة، سواء على صعيد طبيب الاموال وطبيب الاموال وتجاره هادي هي حشبة الاسلحه المخينزة. وغيرها من العمليات التي ان يدرك شاء الله الحزب غادي نديرو هاد العربي الحشبة ديال طريقه المخينزة معينه، يعني لما يقوم بها حزب الله ونشوفو كيفاش غادي تولي ولكنه القضية. مين دابا بما رانا ذلك شي ان شوية، يتغاضى لعدم هادشي ازعاج راه كاميرا الاخوه في 24 ساعة، وان يتغاضى لعدم التسبب 24 بشكل ساعة اخر. مرت كنت غادي نموت اخيرا وليت سيد كنت الوزير، شافه هل في تعتقد ان 24 ساعة. هناك داكشي عندي ضائقه ماليه يمكن حزب الله في هذه باش الفتره تكون مريض اخو تحاول انك في تاكل، قطاع سواء في سوريا سواء لان في دابا لبنان انا او مريض وما في كنبغيش افريقيا، ناكل، الى اي مدى برايك في هذا الامر كنبغيش ناكل والو. موقف دقيق؟ ولكن انت خصك بزز منك تاكل، تبزز على راسك باش تاكل، بصراحه كنا سينو نتمنى كثيرا مشكلة. لكننا لم نلمس شيئا، نحن في لبنان على الارض. اعتقد ان الآن حان موعد حان الآن موعد فين هو الكلينيكس؟ شو الكلينيكس حدايا وجالس كنقلب عليه. حق الله شني السخانة شتشات ليا المخ ديالي. اوكي غادي نديرو دابا يا الاخوان العلاج. هادي المخينزة الاخوان، هادي الحشبة ديال المخينزة. اوكي غادي نغسلو سيدي هاد المخينزة هادي وغادي نديروها مع الليمون. هذا هو العلاج اللي تيجيب اللي تيحيد البرد. كيفيني مع البرد والسخانة صوص دوس. دابا غنوض الاخوان نجيب المولينيكس ونبدا العمل ديال تحضير الدواء. دابا رانا في شي 11 ديال الليل، دابا راه فتنا 24 ساعة تاع المرض. جيني 24 ساعة تاع المرض فتنا، جيبو لينكس. جيني باش نوجد دابا هاد الدواء الطبيعي كيخصني ندير الليمون في المولينكس وما نديرش معاه الماء ولا السكر، ندير الليمون وغنطحنو وغنحيد منه الجلوف ياك، وعاد ندير عليه مخينزة وعاد نحيد الجلوف ديال كل شيء ويولي داك الماء خضر ديال المخينزة مع الليمون. وهذا هو الدواء، الدواء العشبي داكشي تاع الاعشاب. كاين لا كاينه لا تحمص، كاينه دوليبران، ولكن هادشي تيبقى هو الاساسي والاعشاب. انا سوف نغسل المخينوزه، فهمتيني المخينوزه سوف نغسلها. هادي هي المخينزه اللي خصنا نديروها في الماء. ما عرفتش واش نحيد لها العود هذا ولا نخليها. انا نخليها بعود، انا ما عندي غرض، انا بالعود ديالها اش نديرها. سلام المخينزه، مخينزه نعمه الاخوان نعمه. ها انتم شوفوا المخينزه كي دايره، مخينزه الاخوان ديال المخينزه. هاد المخينزه كامله غادي نضرب بها بها. حنا دابا نشوفوها تكون فيها شي دوده ولا شي حاجه، دابا فيها والو صافي. دير سيدي هاد المخينوزه صافي، العشوب ديالهم هكا تجيني كيقول لك دودو في عودو. هادي المخينزة تتغسل الاخوان بحال الحبوبة الاخوان، بحال فيها الزريعة ولا معرفش. دابا الناس المرض بحال هاد المرضى هادي من 3 سنوات ل3 سنوات هو المتوسط. شي 3 سنين 3 سنين عاد كنمرض شي مرضى بحال هادي، هادشي ما كنبقاش عاقل على الشكل ديال المخينزه كيفاش داير. حقاش انا فيما تنمرض كندير مخينزه هادي اخوان، ما كاينش انا كاين مخينزه. يا نديرو دابا بحال ما هكا صافي، 16 عندو فيها والو. شدير الاخوان على الليمون، هانتو دير لها بحال ما هكا، شدير لها بحال ما هكا. هذا هو الدواء،
هذا راه ما كاين لا اسبيرين لا والو، لا كينه لا والو، لا فهمتيني، كاينه المخينزه وتتجيب داكشي الصوص دوس. دابا هادشي الاخوان غنطحنو هكا، غندير فيا لا مال تحمص ما يبساش انا درت فيه الماء، نشوف واش الشكي باش يخرج. لحقاش انا شحال هادي كنت كنعصر الليمون وكنشد هاد اللعيبه ديال المخيزه، كندقها بشي كاس في طبسيه، تندقها وكتعطيني الماء ديالها خضر وتنخلطو مع الليمون عاد كنشربو. دابا فرصه كاينه مولينيكس، ها نضرب سيدي مولينيكس. يلا سيدي نمشي نطحنوا هادشي. صافي دابا رجعت طحنات. دابا ديال المخيزه والليمون فينيش. هذا هو شراب ام خيزه الاخوان، ما تحقروش هاد المخينزه هادي فهمتيني، كي اللي تيحقر المخينزه تيسمع السميه ديالها مخينزه تيقول لك هادي راه شي شي حريقه هادي، واش هادي راه مخينزه، هادي راه واحد العشبه اسطوريه هادي، راه مازال الناس ما عارفينهاش هادي. ها المخينزه هاي شتيلي، المخ ديالي مضروب الاخوان، حتى ولاو الكلمات كيتخربقوا ليا في المخ ديالي. دابا السخانه راه كتاثر على المخ، ماشي شي يقول لك ما خاصكش تخلي السخانه تطول، الا طولت فيك السخانه تقدر دير لك شي حاجه في المخ ديالك، يعني بحال المخ ديالك يقدر يتعرض للضرر. انا ما عارفش راسي واش تعرضت للضرر ولا مازال ما تعرضتش للضرر. نشرب هاد المخينزه دابا تيخصني نصفيها، ولكن فاش تصفي ما كاينش. مذاقها ليس بسيء، كتحس براسك بحال كتاكل ليا خضور الكرولوفيرد كلوروفيلد. يلا يا اخوان حنا شباب باش نشربوا هاد الدواء هذا، ويستي درت الليمون بزاف، كان خصني الاخوان ندقدقها تاني. هذا هو اللي كاين. هذا في الصباح الثاني يا الاخوان، تحس الاخوان براسي بخير بعد ما شربت داك المخينزه وشربت الكينه، تنحس دابا براسي بخير. يس بدأ الصباح، البارح كان الصباح رقم واحد وانا مريض، ودابا هذا الصباح رقم جوج، دابا تنحس براسي بخير وحق الله تنحس براسي بخير فهمتيني. ما دوا الا واحد شويه ديال الكحبه كاينه هنايا وصافي، فهمتيني واحد شويه ديال الرواح كاين وصافي، اما في الاغلبيه دابا تنحس براسي بخير. دابا نقدر نوض ونقدر نخرج كاع، الا بغيت نخرج دابا نقدر نخرج كاع نضرب دوره ونمشي، ولكن قبل ما كنتش كنقدر نخرج كانت صعيبه فهمتيني، نخرج بصعوبه نتحرك مثلا خصني فهمتيني خصني طاقه. اما دابا بخير الاخوان، دابا راه درنا الفطور، عدلنا الاخوان الفطور او غادي نفطروا الاخوان، هذا هو خصني الاخوان بوجي من الكاشه فهمتيني. دابا راه بديت كن تنشافى شي شويه، دابا ما كاين البرد كيخصني نلبس الاخوان ثلاثه ديال السراول، ثلاثه ديال السراول الاخوان، السروال هذا وخاصني نلبس السروال ديال خيش بيش باش نركوفري من البرد الاخوان. اوف كنت غنطيح الاخوان، كنحس بعيني فهمتيني، باش كنحرك العين ديالي وسط الجمجمه ديالي كنبقى نحس باللي مع الحركه ديال عينيا في وسط الجمجمه ديالي كنحس بداك الشيء ماشي تالي، كنحس بالالام، يعني مازال عندي السخانه الاخوان سيتان كاتاستروف. دابا خصني نتحرك، علاش الاخوان راه غنمشي نقري دابا، غيجيو عندي الدراري مع السبعه دابا راه قول شي خمسه، خصني دابا نقاد تراسي باش نصيب لهم الطويبلات وندير واحد الكاسكروط ونشوف واش نقدر نخدم في الحصه ولا ما نخدمش. تغوفلت فهمتيني، المرض خرج عليا، ديال السخانه راه ماشي مرض بشي دابا، السخانه فهمتيني عينيا ولا زاردين. نمشي دابا نقادو الكاسكروطه الاخوان باش نبداو الريطاب لي سمول الشفاء الكيور، كيوريفيكيشن هي المعالجه. يلا الاخوان
اخوان الكرام، هذه هي النهايه ديال الفلوق الاخوان. دابا راه تشافيت، هذه راه سخانه هنايا من فجره، وهنايا عاوتاني من فجره سخانه، يعني ديك الحراره اللي كانت عندي في الراس ديالي خرجات من فجرات في الله يسهلو. اوكي، وبديت كنتشافى الاخوان دابا شويه بشويه بخير ولله الحمد والمنة. بغيت نشكر الاخت ديالي ناجيه، راكي اختي راه ولات واحد السنه ما عنديش خوتي الاخوان، وهاد السيده اللي قالت لي انا غنولي اختك، ودابا هي ولاد الاخت ديالي، وانا سعيد بالاخوه ديالك، وانا ولات عندي اختي ولله الحمد والمنه. شكرا على الاتصال ديالك، اتصلت بيا الاخت هذه الله يحفظها. راه كنت كندعي معاك الاخت وانا مريضه. اوكي، كتبغي ندعي معاك؟ انا دعيت معاك وانا مريض، كنت كندعي معاك بزاف. هادشي اللي كاين الاخوان، هذا هو الاسبوع ديال المرض. لايك لايك، سبسكرايب، اي باي باي.